تعتبر حوادث السير والكوارث الناتجة عنها من أسوأ الأزمات التي تشهدها كل دول العالم. يمكن اعتبار حوادث السير في لبنان الأسوأ بين الدول العربية. برزت الحاجة إلى إعداد قانون ينظم السير مع ظهور المركبات لأول مرة، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات والضوابط بين مستخدميها. ومع التطور التكنولوجي وظهور المركبات الآلية، أصبح تطوير القانون حاجة ملحة لكي يواكب التطورات الجديدة وأن لا يكون حجر عثرة. وضع قانون السير مع بداية انتشار المركبات في لبنان في زمن الانتداب الفرنسي في 18 كانون الثاني من سنة 1934، وكان القانون المرعي الإجرائي فرنسياً مترجماً حرفياً إلى العربية عن القانون الفرنسي. الواقع النقل الكامل، النقل الأعمى مش ممكن، يعني أنه تجيبه وتنسخه وتترجمه لا عن الفرنساوي ولا عن الإنجليزي ولا عن الألماني، بالتأكيد هذا الأمر غير ممكن ولا يجوز، لأنه ظروف كل بلد تختلف عن البلد الآخر. ولكن التوجهات العامة والأمور المقررة دوليا يجب أن تكون موجودة في قانوننا اللبناني. يجب أن نستفيد من تجربة موجودة بفرنسا أو ببريطانيا، يجب أن نستفيد من تجربة موجودة في الأردن أو في مصر، ولكن يجب في الوقت نفسه أن ننتبه إلى أن لا ننقل 100% بعملية نسخ كاملة لأي قانون موجود في أي بلد في العالم. أما أول كتاب لقانون السير في لبنان فقد صدر في 25 حزيران من سنة 1949، ثم تلته كتب أخرى. قانون السير الحالي في لبنان قديم ولم يواكب التطور الذي حصل منذ أن وضع لأول مرة عام 1967، عندما كانت بيروت أشبه بمدينة صغيرة لم يتجاوز عدد المركبات فيها 55,000 مركبة. فلبنان لم يعالج هذا الموضوع وأبقى على قانونه المعمول به منذ ذلك التاريخ من دون أي تغييرات جذرية، في الوقت الذي حدثت فيه معظم دول المنطقة قوانينها بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة. في الواقع موضوع تحديث قانون السير هو موضوع طرح نفسه منذ سنوات عديدة، والموضوع طبعا يعني صارت أهميته نابعة من واقع سلامة السير في لبنان. فأصبح الأمر ملح عملية تحديث قانون السير للأخذ بالاعتبار قواعد المرور الجديدة اللي متبعة في العالم، الأخذ بالاعتبار الأمور الهندسية المتعلقة بشبكات الطرق والنقل اللي عم تتغير مع الزمن، الأخذ بالاعتبار أي أمور إلها علاقة بتقنيات وتكنولوجيات حديثة عم بتم استعمالها وتطبيقها إلها علاقة بعملية السير والنقل. فبين العام 1969 والعام 1995 خضع قانون السير اللبناني الذي وضع منذ العام 1967 لأكثر من 12 عملية تعديل. كانت هذه التعديلات سطحية ولم تمس روحيته بما يتماشى مع التطور والتغيير الجذريين اللذين لحقا بقطاع النقل بشكل عام في لبنان. لذلك برزت الثغرات في قانون السير الحالي، ومن أهمها عدم اعتماده مبدأً تصاعدية الغرامة والعقوبة في حال تكرير المخالفة. تصاعدية الغرامة أمر ضروري جداً لردع السائق المتهور، لأنه إذا كانت الغرامة كما هي بالنسبة لسائق يرتكب مخالفة للمرة الأولى
مثل السائق الذي يرتكب المخالفة نفسها للمرة الخامسة أو العاشرة، فهذا لا يشكل رادع للسائق. لذلك مخالفة بسيطة قد تكون يعني أول مرة عقوبتها غير مرتفعة، لكن المخالفة الخطيرة بالتأكيد لازم تكون عقوبتها أعلى من المرة الأولى وتزيد أيضا بشكل متشدد، لأنه الردع يجب أن يكون موجع للسائق المخالف حتى لا يكرر. رخص القيادة التي تعطى بطريقة عشوائية. واعتبارا من شهر تشرين الثاني الماضي وبالتعاون مع تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية يازا، قررنا الحصول على رخص صوت لمن لا يمكن أن يقدم فحصا عمليا، أي مكفوفين ومتوفين، وبالطبع الكل يعلم كيف يتم ذلك. وها إننا نضع أمامكم وأمام الرأي العام رخص صوت خصوصية لكل من السيدين جوزيف جميل كريم وجهاد جميل كريم وهما مكفوفان، وللمرحومة الشابة زينة ميشيل الحوش المتوفاة عام 2004. وهذه الرخص الثلاث صادرة خلال شباط الماضي 17 و12 و3 شباط، وهي صادرة عن ثلاث لجان فاحصة مختلفة، مما يؤكد أن الفساد ليس ظاهرة فردية بل هو نمط عمل الهيئة، ما يجعل منها مزرعة فساد. إن هذه الرخص ومثيلاتها الكثيرة ليست رخص صوت بل رخص قتل على الطرقات. إنني أحيي الأبطال الثلاثة جوزيف وجهاد والسيدة رندا، والد رندا حوش والدة الفقيدة زينة. أضع الموضوع بيد القضاء لمتابعة هذه الجريمة ومسلسل الجرائم المتكررة. لحظة، أعطيهم دفترهم، دفتر زينة مرحومة، دفتر جهاد، ودفتر جوزيف. ارفعوا. بينعكس القانون الجديد على آلية إصدار الرخصة من جهة رخصة السوق، من جهة المنهج المتبع، طريقة الفحص، الآليات اللي تختص بإصدار الرخصة. لا بالتأكيد، يعني طريقة امتحانات قيادة السوق يجب أن تتطور، لأنه ما يجري حاليا هو أمر غير مقبول. أولا هو أمر غير مقبول بالنسبة للتقنيات، يعني اللي بنعرفه بعتقد نفس الامتحان اللي عملته أنا من 45 سنة يمكن زيته بعده موجود حتى اليوم. قدم كم متر، رجع كم متر، صف وامشي، خلصت، نجحت. طبعا نجحت أو سقطت، هذا الأمر لا يكفي، يجب أن نتبع ما هو موجود في مدن العالم الأخرى وهو أو في بلدان الأخرى، وهو أنه يخرج السائق إلى طرق طبيعية، مش يقعد بمكان ما حدا بيجي وينجح وبعدين يقولوا له خد سيارة وطلع بين الناس، وممكن بالتالي يقتل الناس نتيجة أنه ما عنده أي تجربة. فيجب أن يكون هناك تشدد بامتحانات القيادة، وبالتالي يجب أن يمر هذا الطالب الممتحن بظروف مشابهة للظروف اللي بده يسوق فيها بعد ما ينال الشهادة. بعدين أيضا في عملية التسيب الأخلاقي، يعني اليوم مع الأسف في كتير كلام على أنه في ناس بياخذوا شهادات سواقة من دون ما يعملوا امتحان، وأحيانا هيدا بيكون مدعاة للفخر، أنه أنا جبت لابني هدية على عيد ميلاده 18 دفتر سواقة. أنا بعتقد هذا أمر معيب، وهيدا أمر لازم يخجل يلي بيحكيه، لأنه هيدا نوع من يعني كأنه عم يعطيه لابنه أو لبنته فرد، وبيقول له ظهار، ويعني عرض نفسك للخطر وربما للقتل. وأيضا عدم وجود قاعدة معلومات لكافة قضايا ومخالفات السير، حيث يكون لكل سائق سجل خاص تسجل عليه المخالفات التي يرتكبها. أبرز شيء موجود بقانون السير المقترح وقانون السير نأمل أنه يكون جديد بلبنان، أنه هو بحاول ينظم هذا القطاع ويتشدد بالعقوبات، بحاول يعطي لإجازة السوق وضع أنها هي امتياز منا حق، بحاول يلغي العلاقة المباشرة بين المواطن والشرطي، ويحاول يعمل مكنن داتا بيز بشكل أنه تكون العلاقة مباشرة بين المخالف
وجهاز الخانه اللي بيملكها كل شخص لدى الجهه المختصه، وبالتالي ما في علاقه مباشره بين الشرطي والمواطن. طبعا الهدف انه قانون السير يطبق بشكل متواصل على جميع الناس بدون استثناء، وكلنا بنعرف انه قانون السير هو ضروره، خاصه قانون السير هو ضروره خاصه بعد ما زادت 30 او 40 مره عدد السيارات بلبنان اذا قرناها بمكان قبل بوقت ما طلع القانون من اكثر من 40 سنه. الهدف الاساسي من تطوير قوانين المرور هو رفع مستوى السلامه على الطريق، وهذا الهدف يكون عن طريق التخطيط والبرمجة والقيام بحملات التوعية. مشان هيك نحن باليازا بنؤمن انه قانون سير جديد بحال تطبق وما كان حبر على ورق، وهذا هدفنا، ممكن يؤدي الى تخفيض نسبة حوادث السير بشكل كتير كبير بلبنان. ان كل هذه الثغرات سواء في القانون او في التطبيق العلمي جعلت النتائج الفعلية لواقع السير في لبنان غير مشجعة، مما يؤكد ضرورة الإسراع ومواصلة العمل الجاد والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول جدية وعلمية لمشكلة حوادث السير التي تحصد آلاف المآسي في جميع المناطق اللبنانية. بينما بكل أسف عنا عدد ضحيانا بحوض السير يفوق 30 ضحية شهريا، هذا إذا حسبنا فقط القتلى الفوريين للحوادث اللي بيموتوا بعدين بمرحلة لاحقة، بكل أسف بيتضاعف العدد تماما. إذا نلاحظ أنه أضعاف اللي بيروحوا بالسير عما يحدث أو عما ندفع في كافة أجرائم في لبنان. وإن كان تغيير القانون هو شعلة في مسيرة تأمين السلامة المرورية لكل مستخدمي الطريق، فعلينا أن نتكاتف معا دولة وأجهزة وجمعيات أهلية وتعليمية وأفرادا من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة. نحن أول شيء بنعتبر حالنا أنه نحن أغنياء في لبنان بقطاعاتنا الأهلية. اليازا بقولة بكل موضوعية من أهم الجمعيات الأهلية التي تعنى في شأن يعتبر من أهم الشؤون الحياتية اليومية في لبنان. كم من الضحايا يستلزمنا بعد لنقوم بواجباتنا تجاه أعداد حوادث السير المتصاعدة يوما بعد يوم؟ يمكن اعتبار حوادث السير في لبنان الأسوأ بين الدول العربية. وضع قانون السير مع بداية انتشار المركبات في لبنان في زمن الانتداب الفرنسي. قانون السير الحالي في لبنان قديم ولم يواكب التطور الذي حصل منذ أن وضع لأول مرة عام 1967. فبين العام 1969 والعام 1995 خضع قانون السير اللبناني الذي وضع منذ العام 1967 لأكثر من 12 عملية تعديل. كانت هذه التعديلات سطحية ولم تمس روحيته، بما يتماشى مع التطور والتغيير الجذريين اللذين لحقا بقطاع النقل بشكل عام في لبنان. لذلك برزت الثغرات في قانون السير الحالي، ومن أهمها عدم اعتماده مبدأً تصاعدية الغرامة والعقوبة في حال تكرير المخالفة. تصاعدية الغرامة أمر ضروري جداً لردع السائق المتهور، لأنه إذا كانت الغرامة كما هي بالنسبة لسائق يرتكب مخالفة للمرة الأولى مثل السائق الذي يرتكب المخالفة نفسها للمرة الخامسة أو العاشرة، فهذا لا يشكل رادع للسائق. لا، بالتأكيد يعني طريقة امتحانات قيادة السوق يجب أن تتطور، لأنه ما يجري حاليا هو أمر غير مقبول.
أولا هو أمر غير مقبول بالنسبة للتقنيات. يعني اللي بنعرفه بعتقد نفس الامتحان اللي عملته أنا من 45 سنة يمكن زيته بعده موجود حتى اليوم. طبعا الهدف أنه قانون السير يطبق بشكل متواصل على جميع الناس بدون استثناء، وكلنا بنعرف أنه قانون السير هو ضرورة، خاصة قانون السير هو ضرورة خاصة بعد ما زادت 30 أو 40 مرة عدد السيارات بلبنان إذا قرنيها بمكان قبل بوقت ما طلع القانون أكثر من 40 سنة. الهدف الأساسي من تطوير قوانين المرور هو رفع مستوى السلامة على الطريق، وهذا الهدف يكون عن طريق التخطيط والبرمجة والقيام بحملات التوعية. مشان هيك نحن باليازا بنؤمن أنه قانون سير جديد بحال تطبق وما كان حبر على ورق، وهذا هدفنا، ممكن يؤدي إلى تخفيض نسبة حوادث السير بشكل كتير كبير بلبنان. إن كل هذه الثغرات سواء في القانون أو في التطبيق العلمي جعلت النتائج الفعلية لواقع السير في لبنان غير مشجعة، مما يؤكد ضرورة الإسراع ومواصلة العمل الجاد والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول جدية وعلمية لمشكلة حوادث السير التي تحصد آلاف المآسي في جميع المناطق اللبنانية. نحن أول شيء بنعتبر حالنا أنه نحن أغنياء في لبنان بقطاعاتنا الأهلية. اليازا بقولة بكل موضوعية من أهم الجمعيات الأهلية التي تعنى في شأن يعتبر من أهم الشؤون الحياتية اليومية في لبنان. كم من الضحايا يستلزمنا بعد لنقوم بواجباتنا تجاه أعداد حوادث السير المتصاعدة يوما بعد يوم؟ يمكن اعتبار حوادث السير في لبنان الأسوأ بين الدول العربية. وضع قانون السير مع بداية انتشار المركبات في لبنان في زمن الانتداب الفرنسي. قانون السير الحالي في لبنان قديم ولم يواكب التطور الذي حصل منذ أن وضع لأول مرة عام 1967. فبين العام 1969 والعام 1995 خضع قانون السير اللبناني الذي وضع منذ العام 1967 لأكثر من 12 عملية تعديل. كانت هذه التعديلات سطحية ولم تمس روحيته بما يتماشى مع التطور والتغيير الجذريين اللذين لحقا بقطاع النقل بشكل عام في لبنان. لذلك برزت الثغرات في قانون السير الحالي، ومن أهمها عدم اعتماده مبدأً تصاعدية الغرامة والعقوبة في حال تكرير المخالفة. تصاعدية الغرامة أمر ضروري جداً لردع السائق المتهور، لأنه إذا كانت الغرامة كما هي بالنسبة لسائق يرتكب مخالفة للمرة الأولى مثل السائق الذي يرتكب المخالفة نفسها للمرة الخامسة أو العاشرة، فهذا لا يشكل رادع للسائق. لا بالتأكيد، يعني طريقة امتحانات قيادة السوق يجب أن تتطور، لأنه ما يجري حاليا هو أمر غير مقبول. أولا هو أمر غير مقبول بالنسبة للتقنيات. يعني اللي بنعرفه بعتقد نفس الامتحان اللي عملته أنا من 45 سنة يمكن زيته بعده موجود حتى اليوم. طبعا الهدف أنه قانون السير يطبق بشكل متواصل على جميع الناس بدون استثناء، وكلنا بنعرف أنه قانون السير هو ضرورة، خاصة قانون السير هو ضرورة خاصة بعد ما زادت 30 أو 40 مرة عدد السيارات بلبنان إذا قرنيها بمكان قبل بوقت ما طلع القانون أكثر من 40 سنة. الهدف الأساسي من تطوير قوانين المرور هو رفع مستوى السلامة على الطريق،
وهذا الهدف يكون عن طريق التخطيط والبرمجة والقيام بحملات التوعية. مشان هيك نحن باليازا بنؤمن انه قانون سير جديد بحال تطبق وما كان حبر على ورقه وهذا هدفنا ممكن يؤدي الى تخفيض نسبة حوادث السير بشكل كتير كبير بلبنان. ان كل هذه الثغرات سواء في القانون او في التطبيق العلمي جعلت النتائج الفعلية لواقع السير في لبنان غير مشجعة، مما يؤكد ضرورة الإسراع ومواصلة العمل الجاد والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول جدية وعلمية لمشكلة حوادث السير التي تحصد آلاف المآسي في جميع المناطق اللبنانية. نحن أول شيء بنعتبر حالنا أنه نحن أغنياء في لبنان بقطاعاتنا الأهلية. اليازا بقولة بكل موضوعية من أهم الجمعيات الأهلية التي تعنى في شأن يعتبر من أهم الشؤون الحياتية اليومية في لبنان. كم من الضحايا يستلزمنا بعد لنقوم بواجباتنا تجاه أعداد حوادث السير المتصاعدة يوما بعد يوم؟